ايه؟ سيادتك عايزينك ثانية لو سمحت. مش وقت. أعتقد حضرتك لازم تيجي معايا. طب شوف حضرتك وراك إيه وما تعطلش نفسك معايا. أنا قاعد سيادتك. هروح فين؟ فينك أمن الدولة بيننا وبينك يا حرية فينك فينك أمن الدولة بيننا وبينك أمن الدولة يا أمن الدولة فين الأمن وفين الدولة اوعى انت وهو أمن الدولة يا أمن الدولة فين الأمن وفين الدولة أمن الدولة يا أمن الدولة فين الأمن وفين الدولة يا حرية فينك فينك أمن الدولة بيننا وبينك يا حرية فينك فينك أمن الدولة يا طنط اللي شايله صورته ده هو اللي سكن جوزك وولادك الاثنين بس يا ولا ابعد عنها انت وهي تعمر الرئيس استحاله يكون عارف بكل اللي بيحصل ده كل اللي بيحصل ده من وراه الرئيس قلبه كبير احنا بنحبك يا رئيس عشا عشا حسني مبارك يسقط يسقط امن الدوله عشا عشا حسني مبارك امن الدوله كلاب الدوله يا حاج ما هو حسني مبارك هو اللي جاب امن الدوله ما ينفعش لك بقول لك ايه يا بنت انت خدي صاحبك وامشي من هنا انتوا لسه جداد في الهم ده انما انا متودكه فيه من زمان الريس قلبه كبير قلبك حنين يا ريس قلبك حنين يا ابو علاء وجمال ربنا يخليك لينا يا حبيب يا حبيب يا مبارك يا حبيب اضرب اضرب تل ابيب بتقولي ايه بس يا ام محمود ما ينفعش كده يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب امشوا بقى انتوا ايش عرفكوا البلد دي ما تمشيش غير بكده لازم نفضل نقول الريس ده سكره 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 الريس ده سكره 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 وكل اللي بيحصل ده من وراه امشي انت وهي امشي بس هو يعرف كل اللي بيحصل يا طارق يا ابن الكلب ما تبقاش حمار المثل بيقول سجد في المنجد ولو على حساب القط واحنا هو عمالين نسجد فيه لغايه ما يطلع عيالنا ايوه بس هو بقى مش هيطلع عيالكم غير لما اللي انت بتشتري فيهم دول يطلعوا عيالكم اللي هما مين دول؟ امن الدوله الله امال الكاميرات دي بتعمل ايه؟ ما بتصورش ولا انتوا جايبينها اشتغاله؟ لا بتصور طبعا يا طنط طيب ما عشان كده انا حسي اتنبح عشان الرئيس لما يجي بالليل ويلبس البيجامه ولا الترنج ويقعد يتفرج على التلفزيون ويشوف الست منى الشاذلي ولا الدكتور معتز الدمرداش ويلاقيني عماله ادعي له كده اهو واقول له يا راجل يا سكره يروح طالب المسؤول الكبير في الداخليه ومسح بكرامته الارض ويقول له شوفوا الست دي عايزه ايه عشا عشا حسني مبارك ما هو لو فرضنا ان هو لبس البيجامه وشاف حضرتك اصلا ها انت هتسدها في وشي ليه بيشوف كل حاجه ده ديك النهار مكلم الست منى الحسيني في التليفون يعني بيشوف كل حاجه طيب تمام هو بيشوف بس لما نشوف بقى هيعمل ايه هيقوم رافع سماعه التليفون كده ونكلم الراجل بتاع الداخليه يقول له ايه اللي بيحصل الراجل بتاع الداخليه بقى هيكذب عليه ويقول كلام افتراء على ابنك فهو يقول له اه كده طيب كانوا عاوزين يختلوني اتصرف انت بمعرفتك فهمتي؟ يعني ايه؟ يعني الموضوع ده كله مش عند الريس؟ طيب خلاص عشا عشا حسني مبارك عشا عشا امن الدولة يسقط يسقط المحافظ وهو المحافظ ماله بس يا طنط يا ابني البلد دي كده لازم ندي فرصة ليهم انهم يلزقوا الغلط لأي حد فخليها تلبس في المحافظ بكرة كلكم تكبروا وتتعلموا وتتودكوا عشا عشا حسني مبارك يسقط يسقط المحافظ بص يا ام محمود انا عاوزاكي كده يعني الله يخليكي لما الكاميرات تيجي تسجل معاكي تحكي لهم كل حاجه ما تخافيش احكي لهم كل حاجه ومن قلبك قول لهم ازاي انه من زمان هم مستقصدين محمود عشان كده ما عينوش في الجامعه واحكي لهم بقى ان هم كمان مستقصدين ابوه اه عشان نشاطه العمالي وكمان احكي لهم ان هم كمان احمد مستقصدينه عشان نشاطه اللي في الجامعه
خلاص؟ والنبي الله يخليكي، دي حاجة مهمة. عارفة ليه؟ عشان اللي بيتفرج يعرف إنه في بقى إيه بين أمن الدولة وبين عيلتكم عداوة من زمان، فيعرف بقى إن تهمة إغسال الريس دي أكيد متلفقة. والنبي الله يخليكي، دي حاجة مهمة. حاضر. خلاص اتفقنا. حاضر يا أختي. أحكي كل حاجة، بس ربنا يجعلهم سعيدة. الناس كلها عايشة مبسوطة، لكن أنا اللي طول عمري متشحططة ورا العيلة دي، من النيابات للمحاكم للسجون لغاية ما عرفت وزهقت. يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما بقتش فاهمه حاجه، انا مش عارفه دلوقتي مين اللي يعيش ومين اللي يموت، مين اللي يعيش ومين اللي يموت، المحافظ ولا الرئيس ولا الديك. عمي اصحى يا اسطى، اصحى يا اسطى، يا اسطى يا اسطى اصحى. ايه يا حسين، في ايه؟ فجعتني يا اخي، وانا هلاقيها منك ولا من الضباط والمخبرين؟ ما انها فرجت خلاص يا عمي، فرجت. فرجت ازاي؟ الرئيس مات. مات ايه؟ هو ده بيموت؟ ده ما بيموتش ده. يبقى ازاي فرجت؟ ما هو طول ما هو عايش تهمه التآمر على قتله هتفضل لابسه محمود، خصوصا بعد الواد الجبان اللي اسمه سالم ما اعترف. بقت التهمه لابسانا كلنا، وهنفضل بقى كده ندوق المرار لحد ما يجي لنا رئيس جديد. وموت يا حمار. لا، وانا جاي من الحمام غمست المخبر بعشرناية، قال لي ان الدنيا مقلوبه بره، وفي اكتر من 5000 واحد عاملين وقفه احتجاجيه ورافعين صورنا وعمالين يهتفوا وجايبينها من الرئيس ونازل، ومعاهم كاميرات فضائيات ومراسلين صحافه، والدنيا مقلوبه على اخرها في المبنى يا عمي. امال احنا مش سامعين حاجه من دي؟ وموطين صوت المظاهره ليه؟ وايه اللي موطين صوت المظاهره؟ عاملينها سايلنت؟ احنا عشان محدوفين تحت الارض مش دارين بحاجه ولا حاسين بحاجه. ايوه انت عندك حق، اصل المبنى ده يا اخوانا زمان كان تبع الاحتلال الانجليزي، دلوقتي بقى تبع الاحتلال الوطني. الانجليز كانوا عاملينه حمايه من قنابل الالمان، خدوا الاحتلال الوطني وخدته امن الدوله وعملوا حجز للمواطنين علشان الدبال الازرق ما يعرف لهمش طريق جره. طب وهنعمل ايه يا رجاله؟ هنفضل ساكتين؟ طب استنى لما تشوف هيحصل ايه بره. انا مش هنسكت ومش هنستنى. هات ايدك يا ابني، وهنعترض وهنحتاج وهنوصل لهم صوتنا وهنهتف، يبقى الهتاف بره وجوه علشان نروشهم. ولا انتوا عاجبكم الحبسه دي؟ لا طبعا مش عاجبكم. يلا رجاله نوصل لهم صوتنا. يلا بينا. يا حريه فينك فينك؟ امن الدوله بيني وبينك. 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 حاضر يا فندم، تمام هيحصل، هو بس ما كناش متخيلين ان الموضوع هيتطور كده. هو بس اصل سعادتك، انا اسف يا فندم، اسف، هو بس كنت بحاول اشرح وجهه نظرنا يا فندم. متشكرين يا فندم، متحرمش من حضرتك، وفي انتظار توجيهات سعادتك. شوف يا ياسر، الولدين بتوع المركب هيتحولوا للنيابه النهارده فورا. ايوه يا فندم، بس احنا لسه بنستكمل الاعترافات، واول ما نجهز هنحولهم نيابه امن الدوله العليا في اسكندريه. مفيش اعترافات ومفيش نيابه امن دوله عليا من اساسه، هنحولهم للنيابه هنا في رشيد بتهمه مخالفه قانون الصيد وحيازه مواد متفجره. ده اذا كنت متاكد ان كان معاهم فعلا مواد متفجره. طبعا متاكد يا فندم، وتقرير معمل الجنايه هيؤكد ده. بس ازاي هنحولهم بالتهمه دي؟ امال فين تهمه التخطيط لاختيار رئيس الجمهوريه؟ دي تهمه مؤكده، اللي هم عشان وصلوا لكام صحفي وكام برنامج هيهوشونا. ياسر حاسب على كلامك معايا، مش كام جورنان وكام برنامج هيهوشونا. اولا انا وانت عارفين ان القضيه دي في شنك، خصوصا ان زياره الرئيس ما كانش معلن عنها واتلغت من بره بره، يعني القضيه مش هتصمد قدام اي نيابه ايا كان اللي ماسكها. ثم ان الاعترافات اللي انت جايبها دي ممكن محامي تحت التمرين يوقعها بضفره. اوعى تفكر انا سايبك تشتغل بمزاجك من غير ما تابعك، لا تبقى غلطان. ثم اننا لو عايزين نوظف القضيه دي سياسيا فالتوقيت مش مناسب. انا هفهمك بس علشان مقدر حماسك، لو الجرايد كلها والبرامج كلها بتصور للناس ان الشعب هيحس بالضياع لو الرئيس جراله حاجه، ده حتى اللي بيعرضوه شايفينه احسن من جمال مبارك ابنه لو مسك الحكم. انت ما بتقراش جرايد؟ بتوع المعارضه بيكتبوا كده. قريت يا فندم. احنا بقى في وسط ده كله
نطلع على مؤاخذه زي اسمه ايه ونقول ان اتنين من عامه الشعب قرروا يغتالوا الرئيس اللي هو حبيب الشعب. بس دول مش من عامه الشعب، دول اكيد مسؤولين ومتمولين من بره. انت فاهم لما نقول كده الناس هتبصم بالعشرة؟ انت مش عايش في البلد دي ولا ايه يا ياسر؟ هيطلع 1000 برنامج و1000 جريدة و70000 مدون وناشط سياسي ويروح يصوروا عشة ام سالم وبيت محمود وهاتك يا حكايات والذكريات ويقلبوا في حكايتنا مع ابوه واخوه ويصوروا للناس ان اللي بيفكر يغتال رئيس الجمهورية بسبب امن الدولة واللي بيحصل من امن الدولة. يعني بدل ما نكون سبب في حماية الرئيس نكون سبب في تحريض الناس على اغتياله. فهمت يا ياسر؟ فهمت سيادتك. لو سمحت بقى عايزك تفض السيرك اللي بره ده بأي طريقة. تمام سيادتك. يا حرية فينك فينك أمن الدولة بيننا وبينك. 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 أمن الدولة يا أمن الدولة فين الأمن وفين الدولة. أمن الدولة يا أمن الدولة فين الأمن وفين الدولة. بس 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 اسكت بقى، الراجل اللي جاي ده من بتوع امن الدوله القدام قوي، يا رب يكون جايب لنا خبر حلو مش زي وشه. ايه لازمه الهيصه اللي انتوا عاملينها دي يا ام محمود؟ مش قبل ما تعملوا التجمهر ده كله كنت تقولنا واحنا نخدمكم من عينينا. تسلم عينيك يا خبر يا فندم، ده انت خدماتك الصراحه مغرقانا كلنا، ما حبناش بس انتقل على حضرتك. بس يا بنت انت على فكره يا سعاده البيت، البت دي انا ما اعرفهاش، انا كل اللي عايزاه جوزي وعيالي. هو حسين يا ماما وانت نسيتيه؟ احنا عايزين عيالنا ورجالتنا واولادنا. يا حاجه يا حاجه صدقوني انتوا واقفين في المكان الغلط. يا ام محمود لو بتسالي عن ابنك وصاحبه سالم هم اتقبض عليهم في البحر علشان خلفوا قرار عدم الصيد في البحر، ولو رحت النيابه هتلاقوهم هناك هتعرضوا عليها. الموضوع بسيط ولو رحتوا هتتاكدوا بنفسكم. وديتوا رجالتنا ليه؟ قبضت عليهم ليه؟ رجالتكم ما اتقبضش عليهم خالص. رجالتكم جم الاداره هنا بمحض ارادتهم علشان ينسقوا مع الداخليه العمل وفد شعبي لمقابله سياده الرئيس اللي كان فيه انباء عن انه جاي يزور المنطقه علشان يشتكوا له من نقص الخدمات ومن بعض المسؤولين. احنا استقبلناهم بكل ترحاب واكدنا لهم ان الكلام ده غير صحيح. وقررتوا طبعا تبيتوهم عندكم عشان ما لقوش مواصلات وخفتوا عليهم يروحوا بالليل. دي صورة من البيان اللي الأهالي ماضيين عليه. هما فعلاً اتأخروا شوية لكن علشان إحنا عملنا جلسات استماع معاهم علشان نرفع مشاكلهم للمسؤولين. للأسف إحنا دورنا كجهاز أمن ما بيقتصرش بس على مكافحة الجريمة والإرهاب لكن بنضطر في ظل غياب دور أجهزة تانية بنضطر نرفع أصوات الناس للمسؤولين. أمال بقى بتزوروا في الانتخابات ليه؟ ده مفيش مسؤول فاسد إلا لما تدوا له ختم موافقة. حضرتك يعني يا ريت تركزوا في شغلكم شوية وسيبوا الناس تختار اللي تختاروا. احنا في ايه ولا في ايه؟ تقدر تقولي الناس اللي مرت على الاوراق راحت فين؟ هيخرجوا حالا يا حاج وهتشوفوهم بنفسكم. احنا يا جماعة ما عندناش حاجة نخبيها. أستاذ عبد الناصر مش عايز أفكرك باتفاق. فاكر يا باشا لو اننا في الحقيقه ما اتفقناش على حاجه، اصل الاتفاق ده معناه ان كان عندنا رايين وفي الاخر استقرينا على راي واحد. لكن لو الدراع والتهديد بانك مش هتسيب عيالي في حالهم وهتحطهم في دماغك ما يبقاش اتفاق يا باشا. ومع ذلك ما تقلقش سعادتك انا فاكر. سميه زي ما تسميه، المهم انك تبقى فاكره. نفسي اعرف يا باشا موضوع الشكوى اللي الوفد الشعبي هيقدمها في المسؤولين لسياده الرئيس جبتوها منين دي؟ دي جديده خالص يا باشا. نهارك ابيض يا اسطى. عاوز اقول لسعادتك اني وافقت على المهزله دي عشان حاجه واحده بس، ان سيادتك وعدتني انك تسيب عيالي في حالهم، لكن اقسم بالله لو حد ضايقهم ولا تعرض لهم باي حاجه ده كون حاكي على كل اللي حصل لنا هنا وفاضح الدنيا من ساعه ما دخلنا. انت كده بقى فهمت تعاملنا معاك غلط. شوف يا اسطى احنا طلعناك انت واللي معاك عشان البلد مستهدفه مش عشان اي حاجه تاني. بس قسما عظما لو ما لميت عيالك وعلمتهم الادب مش هيحصل لكم طيب كلكم. اتفضل. يلا يا عم يلا. اهو
كشوم تاني اسكتوا. لا ما تخافيش يا ام محمود، ما يقدروش، احنا كلنا معاكم. طب يلا بينا كلنا بقى على النيابه عشان نشوف محمود. هو انتوا هنا من امتى؟ احنا من الصبح بدري. يبقى هما طلعوهم امبارح بالليل. طنط طنط احمد معاكي لسه سايبينه في اسكندريه. يا قلب امك يا فرج الله. ايوه يا حبيبي، اي اخر العنقود يا سكر معقود. الحمد لله على السلامه يا حبيبي يا فرحه امك. غصب عنا محمود، غصب عنا صاحبي. ما انت عارف الراجل مننا ما عندوش غير حاجتين، جيبه وشرفه، وانا جيبي زي ما انت عارف. كان لازم احافظ على شرفه يا محمود. هو انت فاكر باللي انت عملته ده حافظت عليه؟ انت ضيعتنا. بقول لك ايه، انا انت وهو احنا مش هنقعد نرغي للصبح. عندكم ميعاد عرض على النيابه لازم تلحقوه. خد تتغير هدومك انت وهو، وبعدين تخشوا على الحمام توضبوا نفسكم ماشي، عشان يبقى شكلكم كويس قدام النيابه. باشا هو احنا هنطلع اسكندريه؟ هتعملوا ايه في اسكندريه يا ابني؟ انتوا هتتعرضوا على النيابه هنا في رشيد. يلا خلصونا. نيابه هنا في رشيد؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. ضيعتنا، ضيعتنا يا سالم. ضيعتك ليه يا محمود؟ انت مش سامعه بيقول نيابه؟ انا من خبرتي قدام التلفزيون بقول لك ان النيابه دي حاجه خير ان شاء الله. الكلام ده لو احنا ممسوكين في قضيه نفقه، لكن بعد الكلام اللي انت قلته في اعترافاتك الهبلة هيودونا في 60 داهية. تعرف انا حاسس بايه؟ ايه؟ الناس دي هتخلص علينا. ازاي؟ الحكاية دي دايما بشوفها في القضايا السياسية الكبيرة المتلفقة، عشان محدش يسألهم لفقتوا القضايا دي ليه؟ يقوموا يلبسوا المتهمين لبس عادي كده وياخدوهم في حتة فاضية في الصحراء في الطل ويصفوهم. يعني ايه صفوهم؟ يعني خلصوا عليهم يا سالم. يا ريتني ما سألت، يا ريتني ما سألت. انت بتهزر يا محمود، انت بتهزر صح؟ دي لعبه وياما بتتلعب. يقول لك تم اطلاق النار عليهم اثناء هروبهم، وبكده يدفن سر القضيه مع اللي اتقتل. انت بتتكلم عن جوز فراخ يا محمود؟ لا انا بتكلم على جوز بني ادمين محترمين واخدين حقوقهم. يا عم قوم بص لنفسك في المرايه، في فرخه تاكل العلقه اللي انت اكلتها؟ الحقيقه لا. بس لا انت بتكبرها، انت من عيله مخها بايظ اساسا وبتكبر المواضيع وبتعمل من الحبه وبه. انا عارف انا هعمل ايه. انا هروح قدام الباشا وكيل النيابه، هقول له سعادتك الاعترافات المكتوبه دي كلها كانت تحت تهديد قلع البنطلون، يعني الكلام ده كله كذب. فالباشا هيصدقني وهنطلع من القضيه دي زي الشعره من العجين. طيب انت حر بقى، عايز تضحك على نفسك براحتك، بس اقنعني الاول. إذا كان الضابط قاعد جوه بقاله ساعتين عمال يهددني ويقررني إن أنا حاولت أقتل رئيس الجمهورية، يعني قضية إرهاب، والقضايا اللي زي دي بتروح محاكم عسكرية أو نيابة أمن دولة، ورشيد لا فيها دي ولا دي. ضيعتنا يا سالم. طب ما يمكن عرفوا غلطتهم وعرفوا إن إحنا مالناش دعوة بالموضوع ده. تصدق زي دي فاتتني. أقول لك، أنت عارف الضابط وهو بيكتب المحضر؟ الأداة ندا، فالقلم اترعش في إيده ودموعه غرقت الورق، وكلم أمه وقال لها مش هظلم حد تاني، وبكرة يما هنروح نطلع نعمل عمرة. أنت عايز تجيب أجل يا سالم؟ يا جدع ارحم أمي بقى، ارحم أمي. أنت عايز مني إيه؟ المركب ولعتها، عايز تحرق دم أمي؟ أنا دم أمي محروق، أنا دم أمي. الله يلعن أبو صحبيتك يا أخي. وأنت يا ابني تعترف عليا بالكذب وكمان بتزعق؟ ده إيه البجاحة دي؟ ده روح. أنا بوعيك. اثبت يلا أنت وهو. ابو سيدك انا مش عايز اتصفى.
تتصفى ايه يا انت عبيط؟ انا مش هوطي ولا ابوس رجل حد، انا هتصفى وانا رافع راسي فوق. احنا طول عمرنا عشنا رجاله ولازم نموت موتة رجال. ايه العيال الهبله دي؟ بقولك ايه، ولا انت وهو ما تاخدوش دماغي، قدامكم خمس دقايق بالظبط اجي الاقيكم لابسين وجاهزين. اوعى تبان عليك اهبل ولا ايه؟ جاتكم القرف. مش قلت لك؟ ايه يالا انت وهو ضاربين بوز ليه؟ مش تفرحوا انكم اخيرا هترتاحوا؟ ايه يا ابني ده، ظبط هدومك، ظبط يا ابني، ظبط، ما عندناش وقت، خلصوني. انت يا ابني ما تخرجهمش من الباب اللي قدام، خرجهم من الباب اللي ورا، هتلاقي العربيه مستنيه. يا باشا ابوس ايدك، ابوس ايدك يا باشا، انا مش عايز اخرج من الباب اللي ورا، خرجني من الباب اللي قدام. انا مش هيفرق معايا اخرج من اي باب يا باشا، مش هديكوا فرصه تشوفوني وانا ضعيف. العيال دي تعطوا ايه في السجن؟ الله يخرب بيت العساكر اللي ما بتبطلش تهريب. خلصنا يا ابني، انا مش ناقص وجع قلب، خلونا نخلص الشغلانه دي. يلا ليك راجل يا سالم، اعتبر ان المركب خرب بينا في البحر. اشهد ان لا اله الا الله. خدوهم. لا بتبلغ سلامي لامي، قول لها ان انا كان قصدي خير وان هي كانت حاضره خير والله. ها كان نفسي اطمن عليها حبيبتي. يا هما قامت قطمت وسطنا واحنا بنجيبها واحنا بنروحها. يا نهار اسود، انتوا قبضتوا على امي؟ انتوا خلاص ما عندكمش حرمه لاي حاجه؟ وانت اللي اعترفت علينا بالكذب عشان تحافظ على شرفك. مش هكرر بقى الكلام اللي قاله على حق. لا اله الا الله. لو فيكوا راجل يفك الكلبشات وانا هفرجكم انا عامل فيكوا ايه. كان فين الجبروت ده من الاول؟ دايما مؤخر يا سالم. ايه ده يا مصبتي؟ محمود ابني فين يا عبد الناصر؟ ما لقيناهوش جوه. يعني ايه كانوا بيوزعونا من هناك عشان ينقلوه على مقر تاني؟ مش قلت لكم دول كدابين ولا يمكن يتصدقوا ابدا. استنى يا ابني ما تتسرعش، اللي عرفناه انهم هيبداوا التحقيق معاه بعد ساعه، هو وسالم كمان. انت بس صدق الكلام ده يا بابا؟ بعد ساعه هنعرف اذا كانوا صادقين ولا كدابين. ولو طلعوا كدابين هنعمل ايه؟ هنرجع تاني المقر ونقتحم ونطلع كل المعتقلين جوه. هم فاكرين نفسهم ايه؟ لا يا جماعه ما فيش داعي للكلام ده، احنا مستنيين محامي جاي من اسكندريه وهو متخصص في القضايا اللي زي دي. وعلى ايه بس؟ ما احنا معانا الاستاذه اهي من صباحيه ربنا وكتر خيرها بصراحه. لا يا عم ما فيش مشكله، احنا كلنا زملاء، اهم حاجه نطلعهم ان شاء الله. حسين. ايه؟ هو ده المحامي اللي ربنا قدرك عليه يا حسين؟ لا مش ده، التاني بدأ. ما هو معاه ست منقبه اهو، يبقى اكيد تبعك. يمكن قلق من القضيه حلق دقنه في السكه. ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا اهلا يا وش السعد. يا ام محمود كتر خيرها، ده لولاها ما كناش عرفنا باللي حصل. وكل اللي حصل برضه حصل من تحت راسها. ازيك يا شيرين يا بنتي؟ ازيك يا عم؟ هو انت اتنقبت ولا ايه؟ لا انا بس لابسه كده عشان اعرف اخرج من ابويا. فيك الخير يا عيني. بصي يا خالتي، انا عارفه ان اللي حصل ده حصل من تحت راسي، عشان كده جبت المحامي ده وانا جايه، وانا هقف اتفرج على محمود وهو بيضيع من ايدينا كده. اعوذ بالله، يا ريت تنقبي بقك وتسكتي احسن، كل ما بتفتحيه بتجيب لنا مصيبه. محمود ابني ان شاء الله مش هيضيع، واحنا مستنيينه وموكلين له محامي بدقن كمان، مش كده يا حسين؟ ايوه يا حماتي بدقن. ومعانا الاستاذه منى من مركز حقوق انسان، محاميه كبيره قد الدنيا وجايه لنا مخصوص من اسكندريه، يعني يا ريت تحلي عن سمانه، ويا ريت تخلي الاستاذ اللي معاكي ده يشوف اكل عيشه في حته تانيه. لا اله الا الله، مش كده يا ام محمود؟ معلش يا ابني، خالتك ام محمود اعصابها تعبانه عشان ابنها، دول كتر خيرهم برضه. ماشي يا خالتي هتشوفي، انا بعوني الله، بعد احترامي لاي حد في قضيه محمود يعني، محدش هيخرجه من القضيه دي غيري انا يا خالتي. يلا يا استاذ. يوم ايه؟ مش كده، مش كده، هزعل الناس مننا. انت كل شويه تجيب لنا مصيبه. يوه افتحوا الملف الساعه، قال ابني هيضيع. ايه يا عمي؟ اه نشوف. يلا هيرضوا يدخلونا؟ ما دام انا معاك هيدخلونا. يا نهار اسود، كل الناس دي هتتصفى معانا. محمود هم هيصفونا وسط الناس كده؟ محمود وهم دول بيهمهم. سالم إيه؟ احنا لازم نموت موتة رجاله. ايه ده؟ دي النيابه. ايه النيابه؟ ايه عايشة النيابه؟ الله اكبر، عشان الدوله، عشان الدوله. بتستغني وبتزولني وديني ما انا عارف، وديني ما حسيبك. هي بقولك ماشي. يلا خش. يلا خش. ادي قضيه ثانيه اهو. محمود قلبي داعي لك يا حبيبي، قلبي داعي لك يا ضنايا. يلا اتفضلوا.
الواد فرحان قوي زي ما يكون خد افراج وما لسه تعرضه على النيابه. الواد سالم ده طول عمره اهبل، هو فاهم حاجه؟ انتوا بعدين معاكوا بقى هنهزر؟ سكت لكم الصبح وانتم ما عندكوش دم. الظاهر مش هتجيبوها لبر. خرج لي ابن المتهم التاني ده بره. خلينا نبتدي بالاولاني اما نشوف. مفيش فايده؟ كمان بتضربه قصادي؟ طب ايه رايك دي لوحدها جريمه؟ يا باشا انا ما نطقتش. والله اما نشوف. جايب معاه محامي ده ولا جاي لوحده؟ في ثلاثة معاه بره وفي منهم واحد معاه توكيل من اخت المتهم. ثلاثة محاميين؟ ليه يا ابني؟ المسألة مش مستاهلة يعني. هات لي محامي من اللي واقفين بره، خلينا نبتدي بقى. لما انت تقدر توكل ثلاثة محاميين يعني، ايه اللي رماك الرمية السودة دي؟ والله يا باشا لسه بسأل نفس السؤال ده. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صباح النور يا شيخ يحيى. احنا مش مستنيين حد يعرفنا شغلنا. معلش يا فندم، وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. انا ساثبت لسيادتكم ان هذه القضيه ملفقه تماما من البهوات في مباحث امن الدوله، وسيعينون الله على ان نثبت خلطها وخطائها تماما كما فعلنا مع كل الذين اتهموهم ظلما وعدوانا، مثل الاخوه العائدون من افغانستان، والاخوه العائدون من البانيا، والاخوه العائدون من الصومال، والاخوه العائدون من كشمير. ايوه الاخ ده عائد منين؟ مين ده يا باشا؟ ده المحامي بتاعك. انا معرفوش، ولا وكلته ولا عايز اوكله. الحاج اسماعيل ابو شنب اللي جبت له براءه في قضيه اغتيال عاطف صدقي هو اللي وكلني بتوكيل من الاخ حسين زوج اختك ام عبد الرحمن، اصله بيقرا في نفس المقراه مع اخونا عطا الانصاري اللي كان المتهم العاشر في قضيه النجونة من النار. اقبض على كل الاسماء اللي قالها دي سيادتك. احلق شنب الحاج اسماعيل نفسه، لو كنت اعرف اسم واحد من اللي قالهم دول يا باشا. لا إله إلا الله، واضح إن التعذيب أثر على موكلي. يا ابني أنا عايزك تطمن، أنت هنا لست تحت دائرة نفوذ وزبانية أمن الدولة وجلاديها، أنت هنا أمام العدالة، ومهما حاول الطواغيت أن يحجبوا العدالة فلن يستطيعوا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هم فاكرين نفسهم إيه؟ مالكين كل شيء بإيديهم؟ بس إذا كانت دولة الباطل ساعة فدولة الحق إلى قيام الساعة. ولا تحسبن الله غافل عما يفعل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا باشا أنا بنكر صلاتي بالراجل ده، مش في اتنين محامين بره جايين لي، أنا عايزهم. أنا موافق يا باشا يقول اللي بره، الراجل ده لو فضل يتكلم كده سيادتك هتصدق اعترافات سالم وهتطلب لنا إعدام. كل ما تم انتزاعه من اعترافات هي بالتأكيد اعترافات باطلة، وتم أخذها تحت التعذيب، وهو تعذيب لن يمر مرور الكرام. وسنقاضي رئيس الجمهورية شخصيا عليه. يا عم أبوس دقنك، أبوس دقنك يا عم الحاج، أنت ما تعرفش إيه اللي مكتوب في الاعترافات. اعترافات إيه بس يا ابني؟ هو إحنا لسه فتحنا تحقيق ولا حد منكم أدلى بأقواله أصلا؟ الله، هي اعترافات سالم لسه ما جاتلكش يا باشا؟ أي اعترافات حصلت قدام أي جهة غير النيابة تبقى باطلة، غير قانونية. والنيابة أصلا ليست قانونية، ولكننا مضطرون للتعامل معها إلى أن يتم تطبيق شرع الله. احبسه، احبسه يا باشا، أنا معاك، احبس الراجل ده. اثبت يا ابني ان المتهم رافض المحامي بتاعه. هو معاه اتنين تانيين بره صح؟ في محاميه موجوده بره من مركز حقوق الانسان اسمها منى وشعرها منكوش كده؟ ايوه. يا نهار اسود، ليه بس كده يا رب؟ اهدي بقى سيادتك مش هتحبسني، الكلام اللي هي هتقوله هيحبسها هي شخصيا. يا سلام، انت هتقعد تنقي في المحاميين كمان. في محامي موجود بره جايبه لك مراتك. مراتي؟ يا باشا انا عايز المحامي اللي جايباه مراتي. انا موافق ان المحامي اللي جايباه مراتي يترفع عني، بس راعي سيادتك ان انا مش متجوز اصلا. يوم بحاله يا سعاده الباشا وهو في حضني، وكل ما يقول لي يا بت قومي روحي اقول له لا يا حبيبي ده انت وحشتني ما صدقت شفتك. يقول لي يا بت انا خايف عليكي من ابوكي اقول له لا يا حبيبي خدني في حضنك ده انت وحشتني قوي. خدك ربنا يا بعيده يا باشا، دي بنت مجنونه. في واحده تتجوز واحد عرفي تساح نفسها وتساحله في النيابه. حقه يا باشا ينكر، بس انا لا يمكن اشوف واحد بيتظلم واسكت عشان اخاف من فضيحه. دي ما بقتش فضيحه، ده بقى خبر في صفحه الحوادث. يا حضرة الباشا، محمود مظلوم، عمره ما يفكر ان هو يقتل الرئيس. الرئيس مين اللي بتتكلمي عنه ده؟ الله، مش محمود يا باشا متهم بمحاولة قتل الرئيس؟ مين اللي قال كده؟ أمال أنا متهم بإيه سيادتك؟ ده إذا كان من حق أعرف أساسا. يا ابني تهم إيه يا ابني؟ هو أنا لحقت أتهمك بحاجة أصلا؟ أنت من ساعة ما جيت وأنت قلب لنا دماغنا مش عارفين نشوف شغلنا.
ايا كانت التهمه يا سعاده الباشا، انا جايه اثبت الجواز العرفي، حوله جواز رسمي دلوقتي حالا. اقول كده بقى يا باشا؟ دي جايه تتجوز مش جايه تشهد. شوفي يا شيرين، لو لفوا حبل المشنقه حوالين رقبتي برضه مش هتجوزك، مش بالغصب يا باشا. يا اخي حرام عليك، اعمل ايه تاني عشان ترحمني؟ ارمي نفسي من الشباك وزم يبقى في رقبتك يا محمود. الحق يا ابني الحق يا ابني، البت دي هتودينا في داهيه، هتعمل لنا مصيبه. سيبها تنط سيادتك، انا هشهد في صفي. وحي يا اخي كده ضربة. قسما بالله انت لو ما طلعتي من هنا حالا انا هعمل لك قضيه ازعاج سلطات وقضيه تحرش بمتهم. اكتب. اخرس انت، ما اسمعش نفسك. حاضر شكرا. ايه الجنان ده؟ وانت قاعد تتفرج عليا؟ ما تلم الموكله بتاعتك دي يا اخي. انا اسف يا فندم بس ايديها تقيله شويه. على فكره اللي انت بتعمليه ده اكبر غلط. انت جبت المحامي ده منين؟ ها انت بتقول لها ايه يا ابني؟ ما صدقنا هديت. بكبر في ودنها سيادتك، البنت هتقع مننا في الاوضه. مالكش دعوه بيها خالص. وانت يا ست انت، انا هراعي ظروفك اللي مش عايز اعرفها من الاصل، وانت تاخد موكلتك دي وتخرج من قدامي حالا قبل ما ارجع في كلامي. يلا ماشي يا محمود، انا لو صدرت لك في حاجه تاني بقى تف في وشي. يا رب تاخد اعدام. يا رب اعدام مش لما اعرف تهمتي الاول. ممكن بقى سيادتك تشرح لي اللي حاصل عشان انا ما بقتش فاهم حاجه خالص. يا رب يعدموك يا محمود. اهدى يا رب يعدموك. ايه ولا ايه؟ ليه طلعت من اول محمود وسالم؟ يا رب تشوف البنطه الحمراء يا شيخ. ان شاء الله تبقى بعيدة. يا رب تبقى بعيدة. بس ده انت ليه يا رب؟ استنى محمود لما نفهم في ايه. انا جاي معاك يا شيرين. تفهم يا شيرين بس عامله مهببه. فهميني يا بنتي في ايه؟ ايه اللي حصل بقى؟ انا جاي معاك يا استاذ. عايزك جوه، اتفضلي معايا. ايه ده؟ شيل ايدك، انا محاميه. ايه ده؟ معلش يا اخ الباشا عايز اهي. ليه بس؟ معلش معلش يا اخ. يا اخ الباشا عايز اهو. معلش يا اخ. لا حول ولا قوه الا بالله. عايز تجري وراها؟ تجري وراها على ايه؟ هي دي مش كانت خطيبه ابنك؟ تتفلق. اهلا يا استاذ. اهلا. ممكن الكارنيه بقى ناخد بياناته علشان نبتدي التحقيق اللي مش عايز يبدا النهارده ده؟ عندك اعتراض على المحاميه بتاعتك يا محمود؟ لا يا باشا اللهم لا اعتراض. اهلا يا استاذ. ازيك يا محمود؟ مش عاجبك في ايدي كمان يا محمود؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ والله يا باشا انا اللي مستني الاسئله عشان افهم حكايتي منك بالظبط. ممكن بقى قبل بدء التحقيق اطلع على المحضر اللي متقدم من مباحث امن الدوله؟ وايه علاقه مباحث امن الدوله بالمحضر بتاعنا؟ يعني ايه؟ امال هو كان محتجز عندهم ليه؟ انا ما عنديش معلومه ان كان محتجز هناك. المتهم جاي لي من الشرطه وجاي معايا محضر، وتهمته مخالفة حظر الصيد والتسبب في تلوث البيئة البحرية الذي حدث عن انفجار موتور المركب الذي كان يستقله هو وشريكه قبل غرق المركب. بس كده؟ بس كده؟ دي جنحة يعني فيها حبس وغرامة. ربنا ما يجيب حبس وغرامة يا باشا. أيوة بس اللي أنا عارفاه أنه كان متهم مباحث أمن الدولة بالتخطيط لاختيار رئيس الجمهورية. خلاص بقى ما تفكريهوش، يمكن ما قراش الورق للآخر. انت بتقول لها ايه؟ يا باشا واضح ان هي في لبس، يعني واضح ان هي جايه المتهم عشان القضيه الثانيه، انا بتاع تلوث البيئه والصيد من غير ترخيص. ممكن اقرا المحضر لو سمحت؟ ممكن جدا، اتفضلي. بس بسرعه ارجوك علشان نبتدي التحقيق بقى. انا مستحملك على الاخر علشان ما تطلعيش بره تقولي ان النيابه ما بتديش المتهم كل حقوقه، ها؟ والحاجات بتاعت حقوق الانسان دي. انما خلي بالك للصبر حدود. حضرتك مش بتمن عليا بده، المتهم لازم ياخد حقوقه كامله. لو الكلام ده مضايق سيادتك انا مستعد احلف اني ما اعرفهاش. لما ما قلتليش بقى اخ محمود، انت ايه حكايتك بالظبط؟ اصدقاء سوء يا باشا، هم اللي خلونا لوث البيئه البحريه، منهم لله. لا انا ما بتكلمش على التهم دي، انا بتكلم على التهمه اللي كانت موجوده هنا من شويه. يا ابني بقى مش عايزين نتكلم في الحاجات دي هنا يعني يا صدر. انا بتكلم جد يا ابني. بنت زي القمر وجايه مخصوص علشان تشهد انها كانت متجوزاك، وقال انت اللي مش موافق. ايه؟ على فكرة أنا سبتها تمشي بس علشان صعبت عليا. ربنا يخليك يا باشا. مفيش، هو زي ما سيادتك شفتها كده بنت جدعة وجميلة بس عقلها على قدها. كنا بنحب بعض زمان واتخطبنا، بس لما اترفض تعييني في الجامعة كمعيد لأسباب أمنية فسخت. أبوها وأمها ما كانوش بيطقوني، وكانت دايما تصبرهم خطيبة هيبقى ليه مستقبل هيبقى معيد. فلما بقاش ليا مستقبل قلت تيجي مني يا باشا وأفسخ أنا الخطوبة. وعنك بقى لسعت البت مصممه من ساعتها تتجوزني باي طريقه وباي شكل، وانا مش عايز ابهدل بنات الناس معايا يا باشا. لا جدع يا محمود، بس ايه حكايه الاسباب الامنيه اللي خلت الجامعه ما تعينكش دي؟ اهو بقى يا باشا، دي احنا رافعين قضيه على ايد الاستاذه وربنا يقدم اللي فيه الخير. بس
سيادتك المحضر ده ما فيهوش ولا كلمه بخصوص احتجاز موكلي وصديقه من جهه امن الدوله ولا عن تعذيبه. ما انا لسه قايل لك كده من شويه. طيب انا بقى بوجه اتهام رسمي للسيد رئيس فرع مباحث امن الدوله ومعاونيه باختطاف موكلي وصديقه وتعذيبهم. طب ده ايه علاقته بموضوع المحضر؟ ازاي بس يا فندم؟ هما لما اتفضحوا في وسائل الاعلام لفقوا القضيه اللي قدام حضرتك دي عشان يداروا على اللي عملوه. مش محتاج اقول لك يا فندم، انا بنكر صلتي بالست دي تماما. انت مجنون يا ابني؟ محمود ما تضيعش حقك، انت وصاحبك لازم تعمل لكم تقرير طب شرعي دلوقتي حالا قبل ما اثار التعذيب تروح من عليكم. هي فين اثار التعذيب دي؟ يا باشا وانا بلوث البيئه البحريه، ايوه سيادتك راسي خبطت في الشعب المرجانيه، بس انا استاهل. طب والتعليق يا محمود والكهرباء والضرب؟ على فكره انا قابلت سالم بره وحكى لي على كل حاجه. اهو سالم ده بقى بالذات سيادتك مدمن مخدرات، ولو حللت له البيبي بتاعه هتلاقوه مدمن. انا يا فندم بتاع تلوث البيئه البحريه والصيد، انا بعترف ان انا لوثت البيئه. يا اخي افهم، دول بيحاولوا يبتزوك عشان تتنازل عن حقك. هما مين بقى اللي بيبتزوه؟ لو سمحتي وضحي كلامك يا استاذه. ضباط مباحث امن الدوله. يا فندم هما مراهنين انه زيه زي كل الناس اللي بيظلموهم، انه هيختار انه يبقى سلبي ومدورش على حقه وهما يفتوا بجريمتهم. انت محسساني ان هما قتلوني، ايه يعني شويه كهرباء وكام عصايه؟ طب لعلمك بقى يا فندم انا كنت محتاج الطاقه دي، بقالي فتره محبط كده مش عارف مالي. تقصد انك كنت محتجز فعلا؟ يعني عايز تقولي ان الكلام اللي الاستاذه بتقوله ده صح؟ يعني سيادتك ما تعرفش؟ نعم. انت هتهزري؟ انت قاعده قصاد نيابه. تقصدي ايه يا استاذه؟ معلش سيادتك بس ممكن استاذنك كلمه بس هقول لها كلمه على الانفراد يا فندم. اتفضل. ثانيه يا فندم. ما احنا في نيابه سويسرا. معلش انا اسف. اعملي معروف انا مش عايز صوت الحنجوري هنا، انا مش عايز عادي بتوع امن الدوله، انا عايز اكسبهم عشان بكره اروح اقول لهم ان انا ما رضيتش اتهمكم ويسهلوها لي في تقرير الامن. عايز تشتغل معاهم مخبر يا محمود؟ مخبر ايه؟ انا هساومهم. دي قصاد دي. بقابلني. السكه دي ما تنفعش معايا. ولما انت عارفه ان السكه دي ما تنفعش معاهم، عايز انا اعاديهم ليه؟ يا ستة بوس ايديكي خلصيني انا وسالم من القضيه اللي احنا فيها دي، انا عايز اروح استحمى، جدتي عفنت. وبعدين ما تقلقيش، اكيد الجايات اكتر من رايحات، اوعدك اول ما يمسكوني ويكهربوني ويعذبوني هخرج من فرع امن الدوله على الطب الشرعي عدل. انا امي ست عيانه ولو وقعت مني بره مش هسامح نفسي العمر كله، ابوس ايدك خلصيني. احنا هنفضل على كده كتير ولا اجيب لكم اتنين ليمون؟ لا يا فندم خلاص، واضح ان كان في لبس قانوني يا فندم، لا في احتجاز ولا في خطف ولا في اي حاجه من اللي مكتوب عند سيادتك في الورق دي. يا ابني انت هتجاوب من قبل ما نسال، مش في محضر واتهامات لازم تجاوب عليها بالتفصيل. ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، افتح التحيه يا ابني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم.